تعالوا بقى نروح لدورة ألعاب البحر المتوسط واللي بتقام في مدينة وهران الجزائرية، وتحقيق البعثة المصرية لأول ميداليتين ذهب. البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه حققت المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 68 كيلو جرام بعد الفوز في المباراة النهائية. كمان حقق يوسف بدوي لاعب منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 84 كيلو جرام بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل صربيا بنتيجة 6-1. وشارك كمان يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الإصابة اللي تعرض ليها اللاعب في الرأس وتم نقله للمستشفى بسببها، وبعد الاطمئنان عليه تقرر أنه يشارك في النهائي علشان يحقق إنجاز أكبر ويحسم الميدالية الذهبية. وبكده ارتفع رصيد بعثة مصر لعدد 7 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونزية. التوفيق طبعا لكل الشباب وبنات بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، كل التوفيق ليكم يا رب.